التونسية سوف تختتم هنا في سباقات الهجن، ويستمر المهرجان مشاهدي الأعزاء واستقبال الزوار حتى 12 ديسمبر 2014. نتواصل مشاهدينا وننتقل معكم إلى صدارة الشوط والمركز الأول في هذا الشوط. هناك شاهين من هجن الرياسة مع راشد محمد السم المنصوري. المركز الثاني هناك مقادر لسمو الشيخ ماجد محمد بن راشد سعيد المكتوم مع نابت بن سلطان بن رشيد الذي يقدم مشاهدي الأعزاء من خلال هذه الانطلاقة النقلة الأخرى في المركز الثالث. النقلة الثالثة وصل مشاهدينا هنا شاهين مملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع فيصل بن طالب بن شريم المري. النقلة الأخرى مشاهدينا وصول مع موادع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع محفوظ بن خميس الجنيبي. هناك أيضا بجوار في المركز الخامس وصول من قبل سلهود لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وطارش بن مبارك بالقبع الذي يقدم لنا سلهود. النقلة الأخرى مع المركز السادس وصول وقدوم مع التقدم اللي قادم مشاهدينا ووصول مشاهدينا مع شديد من هجر الرياسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. هناك أيضا قدوم مع شاهين من الجانب الآخر لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان ومع الصادق فضل الأمين. ومن الجانب الدولي والمركز التاسع أو المركز التاسع قدوم وصول مع شاهين لسمو الشيخ زايد بن مروي مكتوم المكتوم ومع تضمير وإشراف أحمد بن علي العويسي حمد بن علي العويسي. المركز العاشر وصل في هذه اللحظات مشاهدينا مناور لسمو الشيخ محمد بن المرمي مكتوم المكتوم ومع سعيد بن سالم الهنيبي أبو أحمد أيضا متواجد مشاهدينا في كل مكان. هذه الانطلاقة وهذا هو الشوط وهذا هو النداء الأول لهذه المراكز المتقدمة الأولى من البداية مشاهدينا. والانطلاق كما ترون على الشاشة لقطات هناك إخراج الهواري واضح من خلال هذا النقل الحي المباشر وهذه اللقطات الجميلة مع أبو طلعت. نعود لشاهين، نعود للأداء الجميل، نعود للكادر الأول، نعود مشاهدي الأعزاء مع شعار الجماهير شعار هجن الرياسة ومع المستحيل راشد محمد بن سم المنصوري. النقل الأخرى والزاوية من الجانب الآخر مع مشاهدينا مغادر مملوك لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وهناك أحد الشباب نابت بن سلطان بن رشيد الذي يقدم لنا مشاهدي الأعزاء. هناك مغادر في المركز الثاني. نقلتنا الأخرى وتقدم هناك أيضا شعار من الشعارات القوية شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع شاهين ومع أحد الإخوة راعي البصمات الجميلة فيصل بن طارب بن شريم المري الذي يقدم مشاهدينا من خلال هذا الأداء. مشاهدينا هذا هناك ايضا قدوم وهناك تقدم وهناك سلود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومع طارش بن مبارك بالقبع مضمر الشرق الاوسط ولمساته وخبره متراكمه. نعود ونتابع معكم الاداء اللي قادم مشاهدينا ووصول وقدوم في هذا الشوط مشاهدينا من قبل شديد الذي ايضا يباله متابعه مراقبه من هجن الرياسه مع البارع احد الشباب عيسى بن احمد الخيلي. نعود نتابع معكم الأداء اللي قادم والانتقال مع موادع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أحد الشعارات المهمة وأحد الشعارات التي تأتي بالمفاجآت في كل وقت وفي كل حين مع زعيم المضامرين محفوظ بن خميس الجنيبي بجواره تماما. هناك أيضا قدوم مع شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر مكتوم آل مكتوم وصل بقوة وصل الشاعر حمد بن علي العويسي يقدم مشاهدي الأعزاء هناك من خلال هذا الانطلاق الجميل بجواره تماما. مشاهدينا نتابع معكم قدوم مناور ايضا مشاهدينا مناور مملوك لسمو الشيخ محمد بن المر المكتوم المكتوم ومع ابو احمد مشاهدي الاعزاء سعيد بن سالم الجنيبي. ننتقل وياكم ايضا لاحد الشعارات العناويه اللي قادم مع شاهين لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف ال نهيان وتطمير واشراف الصادق فضل الامين بينما من وصل مشاهدينا في هذا
بهذا الأداء وصل الواصل لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وفايز بن غفان الجابري. مشاهدينا الأعزاء هناك أيضا الذي يقدم أبو حمد هناك طبيب الأعشاب الذي يقدم مشاهدينا في هذا الأداء الجميل. مشاهدينا ما زلنا معكم نتابع معكم هذا الأداء وهذا الشوط وما زلنا معكم نتواصل مع هذا الأداء ونعود ونتواصل مع المركز الأول مرة أخرى. شاهين مشاهدينا شاهين الذي ينطلق بالصدارة والمركز الأول من البداية. مشاهدينا في مقدمة الشوط من هجن الرياسة ما شاء الله والمستحيل راشد محمد بسم المنصور الذي ينطلق في البداية من البداية مشاهدينا الأعزاء مع شاهين وما هو إلا الشعار الأحمر شعار الجماهير الذي يقدم في هذا الانطلاق المميز والجميل ما شاء الله وتبارك الرحمن. نعود مشاهدينا مع المركز الثاني والقدوم والانطلاق مع مقادر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد سيد المكتوم الذي ينطلق في هذه اللحظات انطلاق جميل ومميز كما نتابعه ونابد بن سلطان بن رشيد من يقدم لنا هذا الأداء الجميل. النقلة الأخرى ووصول وقدوم مشاهدينا من خلال زلود لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مشاهدينا وتقدم جميل ما شاء الله مع طارش بن مبارك بالقوبة الذي يقدم أبو بطي ووصل هناك الشعار العناوي الشعار الذي مشاهدينا كما ذكرنا يأتي بقوة في كل الأشواط الجميلة شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان وهناك الظافر الذي يقدم علي يقدم محفوظ الخميس الجنيبي مشاهدينا الزعيم المضمرين في هذا الأداء الجميل وفي هذا الانطلاق بينما وصل مشاهدينا الله شوف الدخول شوف الانتقال وصل بقوة شديد من هجن رياسة مشاهدينا وعيسى بن أحمد الخيلي البارع يتقدم مع هذا الأداء ومع هذا الشعار الجميل الشعار الأحمر الخطر دائما. نعود ونتابع مشاهدينا الوصول والقدوم مع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفيصل بن طالب بن شريم المري مشاهدينا الذي يتقدم في هذا الأداء الجميل بينما وصل الشعار سمو الشيخ محمد المر مكتوم المكتوم يتقدم في هذا الأداء مع مناور وسعيد بن سالم الجنيبي أبو أحمد متواجد مشاهدين مع هذا الانطلاق المميز بينما أيضا شعار سمو الشيخ زايد المر مكتوم المكتوم ومع حمد بن علي العويسي يتقدم من الجانب الآخر في المركز التاسع والمركز العاشر مشاهدين كما نتابع شعار سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل الهيان شاهين والصادق فضل الأمين مشاهدين في كل مكان ما شاء الله ما شاء الله على انطلاقة شاهين وشعار الجماهير شعار هج الرياسة دائما مع مشاهدينا في الأداء المميز والأداء الذي يليق بهذا الشعار ومفاجآت هذا الشعار دائما تأتي بقوة ومع المستحيل هناك ينفرد راشد بن محمد بن سمن المنصوري ينفرد مع شاهين بالصدارة وسحب كادر كامل مع مصور ومع أيضا هناك ما شاء الله شوف الصورة الجميلة التي يأتيكم بها هناك المخرج أسامة الهواري شكرا على هذا التركيز الجميل أعطني الثاني أبو طلعت الله شوف الثاني تحرك وتحرك مشاهدينا مواد تحرك بقوة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان مع زعيم المضمرين مع محفوظ بن قميص الجنيبي يتقدم في هذه اللحظات ويلحق مشاهدينا يحاول اللحوق هذا ومواد ويتقدم بقوة في المركز الثاني ليندفع وما شاء الله وتبارك الرحمن ننتقل معكم المركز الرابع الثالث المركز الثالث هناك زلهود لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يتقدم معه طارج بن مبارك بالقوبع الذي يقدم لنا زلهود بينما شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتقدم أيضا مع فيصل بن طالب بن شريم المري مشاهدين مع شاهين وما شاء الله وتبارك الرحمن وين وصلنا وهناك مشاهدين الكيل
الأخير فتح أبواب شاهين وتحركنا مشاهدينا في المركز الثاني. الله شوف تحركات المركز الثاني. الله في المركز الثاني موادع 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 جيب ميكا من نمبر 2 دايركتر أسامة الهواري. الله على المركز الثاني. المركز الثاني اللي وصل بقوة ركز لي عليه أبو طلعت وصل بهذا الأداء الجميل وبهذا الشعار العناوي ليتقدم ليقادر ما شاء الله إلى قمة هرم هذا الشوط كما أتوقعنا. هذا الشعار الذي يأتي بكل جديد لجماهيرة ولمحبينا الشعار العناوي الذي أثبت نفسه بقوة وما شاء الله وتبارك الرحمن ينطلق في هذه اللحظات ويقادر إلى خط النهاية. موادع ودع الجميع مملوك لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان. شكرا أبو ناصر شكرا زعيم المضمرين يقدم أداء أروع وأداء جميل وأداء ما شاء الله وتبارك الرحمن أمام المنصة الرئيسية أمام الجماهير ليحتضن خط النهاية هذا الشعار العناوي الذي يحمل موادع. تهانينا نزفها لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان بهذا الفوز المستحق بدون منافس على الإطلاق. شكرا محفوظ القميص الجنيبي أبو ناصر المركز الثاني. هناك من غير مناور لسمو الشيخ محمد بن مر مكتوب المكتوب والمركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة والمركز الرابع شاهين لسمو الشيخ ذياب لسمو الشيخ زايد بن مر مكتوب المكتوب والمركز الخامس وصل سلود لسيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. هذا هو كان الشوط مشاهدينا مشاهدينا في كل مكان. لنا عودة إلى لمسات الأواري لنا عودة إلى التوقيت الزمني الذي مشاهدينا الأعزاء صاحب هذه الانطلاقة ووصول الثلاثة مراكز الأولى مشاهدينا. وكما نتابع على الشاشة شوط ينطلق وشوط يعاد وهذا هو مشاهدينا الأعزاء معكم المتابعة المستمرة. هذه الأخطة لشاهين الذي كان مسيطرا سيطرة جميلة ولكن أتى بقوة موادع ليودع الجميع ويخطف نقطة هذا الشوط ويكون بطلا ويسجل مشاهدينا ضمن هذا المهرجان الكبير. تهاني سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان بفوز موادع. شكرا زعيم المضمرين. التوقيت 13:08:04. تهانينا مشاهدي الأعزاء بهذا الفوز لهذا الشعار الجميل الشعار العناوي مشاهدينا. ناخذ المركز الثاني. المركز الثاني كم نمبر 2 بليز دايركتور. المركز الثاني اللي غير مشاهدي الاعزاء في المركز الثاني مناور مشاهدي لسمو الشيخ محمد المر مكتوم المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي ابو احمد من ينطلق في هذا الاداء. 13:18:04 هو التوقيت الزمني مشاهدينا الذي صاحب وصول المركز الثاني. أما المركز الثالث مشاهدينا ساعات الوصول مع شاهين من هجة الرئاسة مع المستحيل 13:19:06 والناموس لكل الفائزين.